اعلنا الاسامي على الموقع الاتحاد النهارده بناء على التنسيق ما بين بوب برادلي وكابتن ضياء السيد. تم اختار كابتن حسن فريد المشرف طبعا المنتخب ومجلس الاداره، وتنزل كله على الموقع الرسمي للاتحاد، وهيأسس التجمع ان شاء الله يوم 22 ويستمر حتى يوم 26، وهيبقى فيه تدريب يومي في الملعب الفرعي باستاد القاهره، والاقامه تبقى في فندق في مصر الجديده قريب من استاد الملعب الفرعي. ويوم 26 بس هو اللي فيه تدريب صباحي، عشان احنا مرتبطين ان شاء الله بالسفر للدوحه بعد الظهر يوم 26. هنتدرب تدريبه واحده رئيسيه هناك يوم 27، وهنلعب مباراه ان شاء الله يوم 28 ونرجع 29، وده طبعا استعداد لمباراه مصر وزيمبابوي في تصفيات كاس العالم ان شاء الله في 26 مارس القادم في اسكندريه في استاد برج العرب. مين المحترفين اللي انضموا للمنتخب؟ لا والله هو مفيش دلوقتي، المباراة دي الوقت بتاعها مش في الفيفا، دي مش في الوقت المسموح فيه باستدعاء المحترفين، ولكن بيبقى فيه تنسيق ان كابتن ضياء السيد عمل جولة بصفة شخصية حتى في الامارات عشان يحاول انه ينسق، وهو تقريبا نجح في انه بالنسبة للكابتن حسني عبد ربه يلعب يشارك معانا طبعا ان شاء الله في مباراة مصر وكوت ديفوار، اما المباراة اللي قبل كده هيبقى صعب شوية.